مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء عبر هذه الاطلاله الجديده في هذا البرنامج الجديد بحضوركم معنا اشراقات الغد للحديث حول محاور مختلفه. في اولى الحلقات محور السلام، كيف يجب ان يبنى هذا المفهوم في ظل تحديات كثيره جدا، في ظل واقع جديد يعيشه السودانيون. دكتور محمد عيسى عليوم مدير مركز إشراقات الغد، وأيضا دكتور محمود أبو بكر أمين أمانة السلام بالمركز، مرحبا بك. دكتور محمد عيسى عليوم، نعم. يعني عندما نتحدث عن السلام لا بد لنا من أن نكتر الذاكرة الإنسانية. يعني عندما أتى الرسول الكريم إلى يثرب المدينة المنورة ابتدر واحد من أعظم المشروعات الإنسانية، آخى بين المهاجرين والأنصار، وفهم في الأثر على أن هذا العمل الكريم من الرسول الكريم بأنه مهد الأرضية لتوافق، لسلام، لمحبة بين مكونات هذا المجتمع الإسلامي الذي بدأ في التكوين وبدأ في التنشئة. عندما نتحدث عن مفهوم السلام في الإسلام، في الشعوب، في الإنسانية، نريد أيضا أن نذكر الناس كيف يجب أن نستصحب كل هذه النقاط المضيئة. لا شك أن هذا الكلام مهم جدا للغاية. وطبعا أي إنسان يقرأ القرآن الكريم يتوقف في كلمة السلام، هي موجودة في أكثر الآيات، وهي على السلام اسم من أسماء الله الحسنى، وعلى الآيات الدالة على ذلك سلام هي حتى مطلع الفجر، والله يدعو دار السلام ويهدي من يشاء صراط مستقيم، قل سلام قول من رب الرحيم، وهكذا. والآية الكريمة يعني في سورة قريش لإطعام الجوع وآمنهم من الخوف، هي هذه الآية أنا أعتقد المفصل الأساسي لأي حاكم في الدنيا. إذا الحاكم ما أسس لإطعام من جوع والأمن من الخوف يبقى خلاص القضية أصبحت يعني فيها زلات كثيرة جدا. ولذلك نحن نعتقد أنه السودان يعني لم يحظى بالسلام، مش من الاستقلال، منذ أن دخل الأتراك السودان 1821 السودان لم يذق طعم السلام. ولذلك نحن نفتكر أنه ينبغي علينا فعلا أن نؤصل، لو تفضلت نؤصل تأصيل حقيقي للسلام في الرسالات السماوية وفي الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه السلام يتحقق. ومعروف طبعا قصة الصلح الحديبية وسعيه الجاد جدا لحقن الدماء، وحصل الحمد لله بعد ذلك. ولذلك نحن نعتقد أنه نحن معينون تماما يعني بهذا الأمر، يعني لابد أنه احنا نسعى إلى السلام، نستصحب فيه تفكيرنا، السلام في الرسالات السماوية السابقة، السلام في الإسلام، السلام في التجارب الإنسانية السابقة والحاضرة. وأنا أعتقد أنه إذا وعينا هذا الدرس كلنا كحكومة وكشعب وحركات مسلحة ومجتمع، تفضل أخونا الدكتور محمود، أنا فكر المجتمع ده فعلا إذا ما اقتنع بالفكرة ما في نهاية تطبيقها في المجتمع. إذا ما مؤمن بالفكرة أعتقد حيكون عندك مشكلة. إحنا برنامجنا ده الآن مستهدفين به المجتمع قبل أي شيء آخر. المجتمع يفهم قيمة السلام، يعني ما ممكن هو يدعو للسلام والحرب مستعرة، أي واحد يضرب البرج بتاع الاتصالات ولا يضرب السرير بتاع الماء، ما في قيمة معناه. إذا كان الحرب مستمرة ما في قيمة للسلام أصلا. بالتالي إحنا نعتقد أنه آن الأول أن نحقق السلام ثم نبدأ في الإنتاج والتنمية. طيب دكتور بكري، ما هي الطرق التي يجب أن تتبع من قبلكم كمركز وكمنظمات وكمعنيين بالسلام لإنزال هذا المفهوم الذي يتحدث عنه دكتور عليو؟ والله أوكي، أنا أضيف يعني هو طبعا السلام اسم من اسم الله سبحانه وتعالى، اسم السلام يعني وكل الأديان السماوية تنادي بالسلام، لكن بعد الحرب العالمية الأولى يعني برز اسم السلام في العلاقات الدولية، وبعد تكوين أضبط الأمم المتحدة حدد مواثيق قضايا تهم السلام،
انه السلام بقى هدف اساسي لكل الشعوب. يعني ده موجود في المؤسسه الدوليه بعد ضبط الامم الكلام ده بعد الحرب العالميه الاولى، انه اساسا الناس الاوروبيين بالذات فاجوا انه لقوا يعني العدد مئات الملايين من الناس ماتوا وعشرات الملايين من الناس ماتوا، فبالتالي لازم يتحدثوا عن اليه جديده غير الحروب يعني. وما لقوا الا شنو؟ الا السلام. السلام. فبالتالي بقى بعد تكون عضبه الامم المتحده في مواثيق معينه، اول ميثاق اللي هو الهدف الاساسي اللي هو محافظة على شنو؟ على السلام. والسلام توصفوه يعني قالوا السلام الاجتماعي، السلام الاجتماعي كيف؟ ده اللي هو يحقق الكرامه، يعني اي انسان يعيش بكرامه وكرامه فيه حقوق، يعني اي انسان في اي دوله يجب ان يعيش بكرامه ويتمتع بكل الحقوق. حتى الان بقى معيار للدول، يعني الان الدول بيقيسوها بالشعوب بمدى تمتع الانسان بالحقوق في دولته وكرامه، يعني هذا مقياس لرقي الدول بالتاكيد. نعم. ما هو ده الان ليه الدول فيه استقرار؟ يعني الان في دول انت تلاقي حتى ما تشوف مظاهر بتاعت سلاح، مظاهر بتاعت جيوش، ليه؟ لانه اوريدي في استقرار، انه اسسوا نظام بتاع حق بتاع كرامه للانسان يتمتع بكل الحقوق. ده الوصف الدقيق بالنسبه للسلام الاجتماعي، اللي هو انت تعيش بكرامه في دولتك مع احتفاظ بكل الحقوق اللي هي موجوده للانسان. نعم. باي كان نوع، يعني بعدك في حقوق اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه، ده اللي هو حصل ده بالنسبه للعلاقات الدوليه. اذا احنا بعد ده كيف نحن نقدر نوصف السلام ذاته؟ بالنسبه للسلام بصوره، يعني السلام هو شنو؟ هو السلام ذاته، يعني السلام هو شنو؟ السلام هو استقرار، هو تعايش، هو تصالح، هو تسامح. فنحن ما لم نصل للمرحله بتاعت انه احنا يعني نوصل الشعوب بتاعتنا السودانيه، يعني يكون في تصالح مع بعض، يعني مهما يكون في مرارات. وناخذ نموذج مثلا الان نموذج قدامنا مثلا دوله رواندا. رواندا الان دوله فيها 21 11 مليون مواطن، يمكن قريب من تاريخها في التسعينات، التسعينيات نعم، ماتوا مليون مواطن ماتوا ومليون نزحوا وشردوا. طيب شو باقي كم؟ باقي 9 مليون. الان رواندا اطلقت قمر صناعي خاص بالتعليم. ده من شنو؟ من السلام. نعم. يعني هم قاعدوا زي نفس الان الوضع اللي احنا فيه ودي، جلسوا الحكماء منهم واحدوا نفسهم انه احنا لازم نبني سلام بهذه الدوله. نبني سلام كيف؟ ننبذ كل ما قبل الحرب. يعني اي شيء يولد توترات، مصالحه وطنيه شامله، مصالحه وطنيه شعبه. هسه احنا انا اتمنى ان احنا الشعب السوداني نحن كلنا نتمنى ان يكون في مصالحه وطنيه يعني شامله. تمام. لانه ده اللي بوصل طيب الناس. هذه نقطه جوهريه دكتور بكر. دكتور عليو. يعني انت عاصرت اتفاقيات سلام في دارفور، في نيفاشا، في الثمانينيات، حتى هذا العصر الذي نعيش فيه الان. من خلال متابعة، من خلال مراقبة، من خلال قراءة لواقع السودان كالسلام وكالحرب، ما الذي عاب الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومة السابقة والحركات المسلحة والذين يحملون السلاح وحركات الكفاح المسلح؟ ما الذي عاب هذه الاتفاقيات لجهة أنها لم تحقق سلام للسودانيين؟ جيد. طبعا احنا لما نجاوب على هذا السؤال، أصلا الغرض ليس انتقاد إلى ما سبق، ولكن الغرض هو الاستفادة من أخطاء حتى نبني على ما هو صحيح. وقبل أن نتحدث عن الحكومات الحالية، وأنا دائما أكرر أنه منذ الاستقلال السودان يعني يخطو خطوات عرجاء في تحقيق السلام. وأبي لالير كتب كتاب كامل عن نقد العهود والمواثيق. مشكلتنا في السودان نقد العهود والمواثيق، ما يعيب كما تفضلت السؤال الإجابة هو نقدنا إلى العهود والمواثيق من قبل طرف ومن قبل الطرفين. القرآن يتحدث عن الإيفاء بالعقود عشرات الآيات. نعم. لكن نحن نمر مرور للقرآن بدون احتساب وبدون تقدير بدون تفكر بدون تدبر. إخوتنا الجنوبيين اللي انفصلوا الآن، وأنا قرأت كل التاريخ من قبل الاستغلال، هؤلاء الجنوبيون قالوا كلمة واحدة، نحن نقف معكم يا سودانيين في الاستقلال، ويكون استقلال بالإجماع، لكن لنا ظروف خاصة جدا معتبرة في جنوب السودان، معتبرة ظروف خاصة كلكم تعلموا، جغرافيا، أيديولوجيا، عقديا، خلونا دون مساحة، يعني بما أنه يعني كلنا في دولة واحدة، لكن أدونا تقديرنا الخاص. كل الشمالين الساسة منهم
وافقوا على اعتبار الجنوب موضع خاص، ولذلك الإخوة الجنوبيين وقفوا مع الاستغلال بالإجماع. أول شيء نقضنا العهود والمواثيق مع الجنوبيين، تنكرنا ونقصنا على عقبينا وحصل ما حصل. هذه واحدة، دي واحدة من مشاكلنا كسودانيين، بنعتقد لا بد أن نستفيد من أخطائنا. الآن إحنا دفعنا الثمن لجريمة ارتكبها الساسة 56 و55 و54 وبعد ذلك أنا وأنت والآخرين. أيضا في جوزيف لاغو ونيميري وقعوا اتفاق في أديس أبابا 1970. هذا الاتفاق كان جيد رغم أنه كان نظام عسكري، ولكن أسكت البندقية وهدأت الأعصاب وعم السلام المنطقة السودان. ما يعني شمينا الهواء نرتاح شوي، وإذا بي نيميري نفسه وجوزيف لاغو نقضوا المواعيد المواثيق والعهود، بدل ما يكون حسب اتفاق الحبشة إقليم الجنوب واحد حسب ما هم كتبوه. هم نفسهم نيميري نفسه مزق هذه الوثيقة وقسم الجنوب إلى 3 أقاليم، وهو السبب الأساسي في حرب حركة الشعبية بغير الجونكرن 83. 83 يعني بعد التقسيم والي، بعد فترة بسيطة جونكرن رفع، لأنه طبعا من ناحية ثانية أنه الدينكا طبعا قبيلة كبيرة في الجنوب. نعم. وبيفتكروا أنه الجنوب ده يعني لما يتقسم يعني المهم مبرراتهم هو يحتفظوا بها. لكن حصل أنه هو نفس الرئيس نيميري، مش رئيس بعده، الرئيس نيميري نفسه وجوزيف لاغو نفسه هم اللي مزقوا هذه الاتفاقية، وإحنا دفعنا الثمن حروب وتجارب. يعني تريد أن تؤكد على نقطة عدم الالتزام بالمواثيق وماشي لك. وحتى في نظام الإنقاذ الآن موجود أيضا نفس الشيء، وأنا شاهد حيان نظام الإنقاذ السابق نعم السابق ده على انتهى ده. فنفس الجريمة يعني يوقع الاتفاق بهنا، هو يوقع بهنا الشخص المعني بالأمر وقع، هو مقتنع أنه ما حيطبق ولا حرف واحد. أعطينا أمثلة دكتور عليو. الأمثلة كثيرة طبعا، لما نتحدث عن اتفاق أبوجا كل المجتمع السوداني حتى نذكر هو كان بين الحكومة السودانية وحركات دارفور تحديدا. حركات دارفور 3 كان. نعم. أبرز حركة مني ومني وخليل. نعم. الله يرحمه. فكل المجتمع السوداني وكل المجتمع الدارفوري بيسعى إلى توحيد الحركات. سألني تكون تتوقع وثيقة واحدة، لأن القضية أصلا واحدة هي. يصل قضية واحدة. والمنطقة واحدة. تمام. ما في أي سبب للتشظي هذه الحركات. لكن الحكومة السابقة مع سبق الإصرار والترصد هي اللي مزقت الحركات. وهي اللي بتقدم وبتأخر. طبعا تفكيرها هي سياسة بريطانيا فرق تسد، لكن بريطانيا لما عملت السياسة دي ما عملتها في دولتها، تعمل في مستعمراتها الخارجية، عشان أنا بعيدة منها وهي ما عندها علاقة لا دم ولا دين بربطها بالمستعمرات، وبالتالي بتفرق المجتمعات عشان تحكم، مش بتطبقها في مواطنينا. نحن طبقنا فرق تسد في مواطنينا، ودي واحدة طبعا من الحكومة هي تتكلم عن توحيد الحركات. يعني واحدة من كتابات الحكومة تتكلم عن توحيد الحركات، والحكومة نفسها هي اللي بتمزق في الحركات، هي تقول وتفعل غير ما تقول تماما. نعم. وده للأسف ده اللي حصل يعني. وبالتالي يعني لما نجي مني يوقع 2006 قال والله أنا كنت مساعد رئيس الجمهورية لكن أنا بقيت مساعد حلة، لأنه برضو اتفاقية الوقعة ما نفذت باعتبروه شخص جاء استهلكوه داخليا وما يتكلم عن اتفاقية، يتكلم عن مصلحته الشخصية وعن حراسته وعن امتيازاته وهكذا. ووجوده داخل القصر عبارة عن وجود ديكوري فقط. وجود ديكوري، وهو نفسه قال أنا افتكرت نفسي مساعد أول رئيس الجمهورية، لكن اتضح أنه أنا مساعد حلة، يعني زي السواق اللي بيسوق العربية وعنده مساعد يصنع له الحلة التعليم. ولذلك دي واحدة من مشاكل، وطبعا حنتعمق في الموضوع ده أكثر، لكن والله ما شاء القصد أنه احنا ننتقد، لأن الانتقاد لابد يكون في الطرف الآخر موجود بقدر ما نريد أن نستفيد من أخطاء الماضي، عشان الإخوة في الحكومة الجديدة يفكروا مثنى وثلاث ورباع قبل أن يقدموا إلى أي خطوة تقعدهم، لأنه أصلا هي إنقاذي أقعدتها الحروب، لأن هي عالجت الحروب بطريقة مشوهة وبالتالي انعكست عليها نفسها. فالحكومة الجديدة بدل من تفكر في العواقب حقه تفكر في الطريقة اللي كنت توصل عقوبة سليمة. طيب دكتور أبو بكر، الآن المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية كما نتابع ونقرأ هي مرحلة 6 أشهر الأولى، هي مرحلة لدعم عملية السلام. ما الذي يمكن أن يقدم من قبل هذا المركز للإسهام على الأقل في 6 أشهر الأولى؟ ما هي الأوراق؟ ما هي الرؤية؟ ما هي الخبرات التي يمكن أن تعين حكومة حمدوك حتى تشرع في هذا الملف؟
والله اول حاجه ممكن ان احنا يمكن من الاشياء المهمه بالنسبه لنا في الحكومه الجايه، وانا اناشد من هنا السيد الخبير حمدوك رئيس الوزراء باعتبار هو زور خبير في الامم المتحده، يجب ان يكونوا مفوضيه السلام. تكوين مفوضيه مفوضيه السلام؟ نعم، لانه دي تسبق كل شيء. وحتى تكوين مفوضيه السلام يجب انه يعني تخاطب جذور قضايا السلام. انت تكون مفوضيه تراعي في تكوين المفوضيه انه تخاطب به جذور قضيه السلام. وين قضيه النزاعات اللي موجوده في المناطق الاربعه سواء كان في دارفور بلونيل وموتن او في ايست السودان؟ نعم. فانت المفوضيه انت عارف شنو؟ نحن عايزين نصنع سلام. عايزين نصنع سلام. انا اكمل الكلام اللي قاله الدكتور. انت تصنع سلام لازم تعمل شنو يعني؟ انت تصنع سلام كيف؟ لازم تخاطب الجذور الاشياء ممكن تولد التوترات. يعني اسال احنا الان المفوضيه عشان تمشي تقعد مع اخواننا، وانا اناشد برضو اخواننا مناضلين السلاح الموجودين سواء كان عبد الحلو او الاستاذ عبد الرحمن بن نور او كمان مني والدكتور جبريل، يجب ان يراعوا لاهل دارفور محتاجين للسلام. يعني مهما كان من تضحيات، مهما كان من اختلاف، فانت تصنع سلام من الجانبين سواء كان من الحكومه او سواء كان من حركات. انت تصنع سلام محتاج انه يكون في مساواه. يعني حكومي وانت راي انه يكون في مساواه وما في تمييز. يعني انت في اقاليم محتاج تجلس معه، او كمان شنو؟ ما يكون في ظلم اجتماعي. ما يكون في ظلم اجتماعي. ما يكون في تنميط. ما يكون في اقصاء. دي الاشياء هي تولد التوترات، بتجيب النزاعات، بتجيب الحروب. وحتى يمكن المثال انه كل الاتفاقات المضت دي لانه هي اصلا ما صنعت السلام. هي وقعت اتفاقيات لكن لم تصنع السلام. انت تصنع السلام اللي هو تخاطب الجذور، الاشياء اللي هي ممكن تولد شنو؟ التوترات. طيب. من عدم مساواه، من تمييز، ظلم. طيب. اجتماعي. نعم. هذه نقاط كثيره وجوهريه سنحاول ان نعطيها مزيد من الاضاءه. لكن نستأذن للسادة المشاهدين في فاصل قصير عبر إشراقات الغد، وبعده نواصل معكم هذا الحوار عبر عدد من المحاور والملفات. كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء عبر هذه الإطلالة الجديدة في هذا البرنامج الجديد بحضوركم معنا إشراقات الغد للحديث حول محاور مختلفة. في أولى الحلقات محور السلام، كيف يجب أن يبنى هذا المفهوم في ظل تحديات كثيرة جدا، في ظل واقع جديد يعيشه السودانيون. أجدد التحية بضيوف الكرام داخل الاستوديو، دكتور محمد عيسى عليوم مدير مركز إشراقات الغد، وأيضا دكتور محمود أبو بكر أمين أمانة السلام بالمركز. مرحب بكم من جديد في هذا البرنامج. دكتور عليوم، قبل الفاصل كان يتحدث دكتور أبو بكر عن ضرورة أن تبنى المرحلة الانتقالية بمفهوم جديد، تكوين مفوضية للسلام، إشراك السودانيين في مفهوم السلام، مخاطبة القضايا المختلفة، الاستماع إلى آراء من يحملون السلاح ويكافحون بالسلاح. الآن هنالك معطى جديد في الساحة السياسية السودانية، الجبهة الثورية لديها بعض التفاعلات الداخلية أثمرت عن توافق داخلي. مثل هذه التحركات السياسية كيف ينظر لها وأنتم تخططون وتمضون لتوفيق كل الأطراف في مرحلة جديدة من مراحل السلام؟ أنا أذهب إلى ما ذهب إليه أخي الدكتور محمود أبو بكر في الأولويات الخاصة بالحكومة القادمة إن شاء الله. ونحن نهني ونبارك لأخونا الخبير الدولي عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وأركان سلامه، أركان سلامه في الحكومة الجديدة. وطبعا الأولويات كثيرة، لكن أعتقد زي ما قال أخونا دكتور محمود، حق الأولوية القصوى تكون مفروض السلام. بدون سلام الحكومة يكون عندها طعم ولا لون ولا رائحة، ده أنا متأكد منها تماما. لأنه هذا السلام ده يعني كل البلاوي وكل المشاكل الإقليمية والدولية والداخلية بسبب الحروب. مشكلة السودان هي الحرب. مشكلة السودان هي الحرب، والحرب هو نتيجته التخلف والمرض والجهل والضياع.
وبالتالي انا اعتقد انه الاولويه القصوى لاخ عبد الله حمدوك هو تكوين مفوضيه السلام. وهذه المفوضيه اول شيء تعنى به تجيب كل الاتفاقات من 53 من 53 الى 2010 في الدوحه، وتعمل نقد ذاتي لهذه الاتفاقيات عشان على ضوء هذه الانتقاء. ويمكن تكون لها ورش عمل علميه، ممكن يكلف اي جامعه من الجامعات السودانيه تعمل بحث في هذا الاطار. النتيجه دي هي تعتمد عليها المفوضيه وتخاطب المشكله السودانيه اللي هي الخاصه بالحروب اللي موجوده الان. النقطه الثانيه طبعا زي ما تفضلت اخ الكريم نزار، انا اعتقد انه الان الاتجاه في الجبهه الثوريه اتجاه هذا ما ندعو له اصلا. ونحن اتصلنا طبعا وقعدنا معهم، في بعض اخواننا يعني استجابوا استجابات واسعه، وفي بعض اخوتنا تلكؤوا وحرنوا زي ما يقولوا اهلنا حرنوا. لكن اتمنى من اخواننا الحرنوا دول يلحقوا بالركب، يد الله مع الجماعه. انا اعتقد اخونا عبد العزيز عبد العزيز الحلو واخونا عبد الواحد هم طبعا ناس عندهم قضايا جوهريه، نحن متفقين تماما معهم في القضايا الجوهريه، بس ما في كلام. في قضايا تخص الهامش السوداني هي قضايا جوهريه، لانه في ظلم اجتماعي طبقي سياسي عنيف منذ الاستغلال، وده اللي ولد كل هذه الحروب. لكن آن الأوان مع الثورة الجديدة دي، مع الديمقراطية حرية عدالة سلام، آن الأوان أن يعني نتضاير كلنا ونلين في بعضنا البعض، ونأتي كلنا في يعني إطار تفاوضي قد يكون ما واحد، لأن المنطقتين موضوع مختلف، جبال النوبة والنيل الأزرق قضيتهم مختلفة تماما عن دارفور، لأن دي أصلا في نفاش أصلا، دي بقى يعني عقابيل الحكومة الإنقاذ السابقة هي اللي وضعت المتاريس أمام هذه الاتفاقيات. ده موضوع سهل بالنسبة لنا، في اتفاقية موجودة وفي إطار معين بالنسبة لها وكده. وأولاد دارفور دي طبعا قضيتهم واحدة هي قضية دارفور، فأنا أعتقد أنه عبد الواحد وجبريل ومني ما عندهم خيار غير يكون وفد تفاوض واحد. وإحنا في أبوجا نجحنا على فكرة، نجحنا في أن يكون تفاوض واحد، وفد تفاوض واحد بالحركات الثلاثة. لكن أخونا عبد الواحد فيما بعد اعتذر من هذا الأمر، الامر خلى اخونا مني يوقع منفردا. فالان الاوان ما في حاجه اسمها اتفاقيات فرديه مع مني جبريل براهو هكذا، لا. انا اعتقد انه لانه القضيه اصلا واحده، القضيه قضيه دارفور. يعني هل يمكن ان نقول بان هذه هي توصيه من توصيات المركز؟ بالتاكيد. ان يكون السلام مجتمعيا وشاملا وليس فرديا. ليس لان شفنا ثمن الفرد، مني ما جو شاف ثمن الفرد. اخونا عبد العزيز الحلو ما شاف الاتفاقيه بتاعتهم بتاعت لذلك انا شايف انه انا الاوان لاخونا، انا اناشد من هنا اخونا عبد العزيز الحلو واخونا عبد الواحد محمد نور يعني يحزوا حزب اخوتنا في هذا الاطار، لان القضيه اصلا في قضيه سودانيه وقضيه مناطق مهمشه، ونحن متفقين معهم في هذا التهميش. لكن طريقه المعالجه طبعا عندنا كان راي فيها واضح، ولا زلنا نمسك انه الحرب ما عادت هي علاج للمشكله. كأنما تريد أن تضيف دكتور. والله أنا بالنسبة لي يعني أتمنى يعني أن نتحدث عن سودان جديد. يعني هي حقيقة يمكن قضية دارفور ومناطق المهمشة، لأنه دي جذور بتاعت مظالم حصلت في العقب المضى. نتمنى أنه الآن الحكومة الجديدة يعني تحزو حزو جديد أو تخطو خطوات جديدة اللي هي تعالج جذور الأزمة في 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 المناطق المهمشة. انا حقيقة بسميها مهمشه، يمكن انا كل دارفور شفتها، يمكن كل محلياتها، كل النيل الازرق، كل جوال النوبه، كل اي مناطق انتزاعات انا يمكن وصلتها، حقيقه تحس انه يعني كانك انت ما في السودان. بنفس القدر برضه في شرق السودان حتى شمال السودان. فنحن عايزين نشوف سودان جديد يسعى الجميع، ما بتم الا بالسلام. ما بتم الا بالسلام، فبالتالي نحن نتمنى الفتره الجايه 6 شهور الجايه اخواننا، انا نبارك الخطوه بتاعت الجبهه الثوريه. مهما كان دي خطوة إلى الأمام، يعني كونه يتدعو أهم شيء الوحدة، يعني دائما الشتات فيه الضعف. وأتمنى يلحقهم أخوان أخونا الحلو وأخونا عبد الواحد، ونفس الخطوة نتمنى الحكومة تاخذ 4 خطوات قدام، لأنه في النهاية برضه الخرطوم هي الحكومة هي المعنية حقيقة بتقديم كل التنازلات. يعني تقديم تنازلات كيف؟ اللي هي مخاطب جذور أزمة دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة. طيب ما لم تحل المشاكل اللي حصلت من الحرب المضى، انا ما اعتقد برضه حنخش في نفس الدوام بتاعت انه اجتماعات لكن عايزين مباشره نعالج جذور الازمه يعني مع الاخوه في الحركات المسلحه، واعتقد ده بيجيب سلام حقيقي. طيب دكتور محمد عيسى عليوي، يعني هل بالامكان في هذه الفتره القليله 6 اشهر ان
أن نؤسس لأرضية من السلام؟ هل الآن الإرادة السودانية موحدة؟ هل الحركات على قلب رجل واحد؟ هل حكومة حمدوك الآن بما في ظهرها من أحمال ومن هموم اقتصادية وسياسية وأمنية ولوجستية، هل بالإمكان أن نقدم شيء لهذا الملف الحيوي وهو ملف السلام؟ حتى لو اختلفت الحركات، القضية واحدة زي ما تفضل الدكتور محمود أبو بكر. القضية غير هامش متظلم من المركز. يعني أنت لو خاطبت القضية الحقيقية، حتى لو اختلفت معك الحركات لشيء في أنفسها، المجتمع التحتي هو اللي بيحميك وبيحمي السلام، أصحاب القضية الحقيقية، أصحاب القضية الحقيقية الجراس روتس اللي قالوا الخواجات. وبالتالي أنا أعتقد أنه مخاطبة القضية أهم مخاطبة الحركات المسلحة، هذه واحدة. النقطة الثانية، أصلا الحركات المسلحة عندها 3-4 ملفات معروفة أصلا، الترتيبات الأمنية، الثروة والسلطة والمشاركة السياسية، ودي ملفات واضحة جدا. يعني الحكومة السابقة تلكأت في حاجتين، عملت ترتيبات أمنية، لكن الثروة والسلطة حقيقة يعني ما كانت حريصة، كانت هنالك مماطلة واضحة. ولذلك نعم. المجتمع المحلي القبيل بيقول أخونا دكتور محمود بكر ما حس أنه في شيء تنزل، ما في شيء تنزل له. يعني بيدفع التعليم الخاص، التعليم العام ما في معلمين، مستشفيات ما مؤهلة، المؤهلة ما فيها خدمات، وهلم جرة. وبالتالي أنا أعتقد أنه المرة دي نحن بعد ما ننتقد الاتفاقات ونشوف الأسباب اللي خلتها ما تطبق، نبني عليها في حاجتين أساسيتين. الحاجة الأولى أنه إحنا اللي بنكتبه نلتزم بتنفيذه، والحاجة الثانية بأنه إحنا نسعى المفاهيم العامة للسلام ننزلها للمواطن تحت. يعني المواطن يحس بأن مفاهيم السلام دي وصلت، ومفاهيم حقيقية ومشاركة حقيقية في الثروة والسلطة. يعني أنا في برنامج في تلفزيون مدرمان قبل فضل اعتصام، جاء واحد من الحرية والتغيير واستضافوني في تلفزيون مدرمان الفضائية. حقيقة من اللحظة أنا قلت له أنتم ما فاهمين قضية الحركات المسلحة. من خلال الطرح. من خلال الطرح. قال إحنا حنكون حكومتنا ونخلي لهم شواغر وظيفية. قلت له ده بيقوم النفس بتاع الحركات المسلحة. أول ما أنت منو أنت اللي بتخلي لواحد زيك؟ بمعنى آخر لابد المرحلة تكون مرحلة تشاركية عشان نقوم سلام مستدام واستقرار. ما تفكيرنا ما يكون تفكير نفس الآليات القديمة. أنا الآن شاعر مش الكل، شاعر البعض المتنفذ بيفكر بالعقلية القديمة، عقلية يعطي. أول ما أنت تفكر تعطي الآخر، هو الآخر ده خلاص بيجي يفكر ويقدر. وأنت منو تديني أنت؟ ما أنا معك سويا، أنا سوداني زيك ونفس المواثيق والعهود المكتوبة. فأنا شايف أنه المرة الجاية دي ست شهور كثيرة نفسها. أنا أعتقد ست شهور كثيرة خالص، لأنه أصلا إحنا في اتفاقات قديمة. يعني نفس الدوحة دي، الدوحة كنصوص أنا الله أعلم بها في النفوس، لكن كنصوص ما أعتقد أولا الدافور حيجيب أفضل من الدوحة كنصوص، لكن النفوس كان مختلفة. يعني هو وقع فيها وعارف ما حيطبق فيها ولا واحد ولا صبحا يطبقها. يعني أصلا في الدوحة دي بيفتكروا أن الخدمة المدنية مكتوب، الخدمة المدنية أولا الدافور يكون عنده موجود فيها، الجامعات السودانية مدراء للجامعات يكون فيها. ما في ولا واحد من أولاد دافور ما جاء وفق الاتفاقية. قد يكون واحد من أولاد دافور بتأهيله مشى تقدم بقى مدير جامعة وكذا، لكن حسب الاتفاقية ما في ولا حتى فكروا في 300 مليون دولار يجيبوها كخط صندوق، ما دفعوا ولا قرش فيها. صندوق الإعمار دارفور في بنك دارفور. نعم. اللي قطر برعت به ولا فكروا فيه. كان أنا كنت في الدوحة موجود الشكلة من أول يوم، الحكومة يقولوا لا البنك يكون في الخرطوم، أو الدافور يقول البنك يكون في رأسه في الفاشر أو في دارفور، لا يكون في خرطوم. التفكير النفوس أصلا ما كويسة. المرحلة دي مرحلة ثورية، مرحلة جديدة معافاة من الماضي، نستفيد من أخطاء الماضي بأنه لما نتكلم مع الزوج نتكلم معه بصدق. بعدين الحركات دي عندهم حساسية مع المركز بالتجارب السابقة. المرة دي الوفد المفاوض، ودي نقطة مهمة جدا، الوفد المفاوض لابد يكون وفد يعني منقى تنقية حقيقية. يعني زمان الحكومة تنقاد بتجيب لها زول هم عارفين من أول مرة حيفرتق الأولاد دافور دي، أنا ما أذكر الأسماء، كأنما تشعر بأنها مقصودة. مقصودة، وجايبين زول مقصودة مما يشوفوه قلبهم بطم، ما بيتفاوضات معهم.
لا انت كده، لا عشان كده احنا بننتقد النظام السابق لانه ما جادي، ما عنده اراده للتطبيق. المره دي نحن نستفيد من كل الاقطاع سوا. اول حاجه المفروض السلام دي تتقطع فورا، ما اعتقد في تاخير، قبل الاقتصاديه وقبل السياسيه وقبل العلاقات الدوليه، مفوضيه السلام دي وقبل الاراضي، في مفوضيات كثيره ممكن، مفوضيه الاراضي ومفوضيه العداله الانتقاليه، موارد، موارد دي كلها اذا ما عملت مفوضيه السلام وجيت السلام ما تفكر في اي حاجه ثانيه، لان بدبوس تجد كل القرب بتاعتك الثانيه انت بتملاها بمويه وهي ممدوده بسبب الحروب. فانا اعتقد انه الثلاثه شهور، انا بسجل سته شهور دي كثيره جدا. الان الجبهه السعوديه توافقت، يبقى عندنا اخونا عبد الواحد واخونا عبد الواحد حلو. عبد الواحد ده عنده قضيه واضحه، قال كلام واضح جدا، خلاص يخطبوا، قال انا ما بتفاهم تشكل الحكومه. شو تجري؟ الحكومه وان شاء الله تشكل. بالضبط كده. نعم. واخونا عبد الواحد فقد الثقه في المركز. فقد تماما، انا بعرفه حق المعرفه وقعدت معاه في ابوجا وكلمني بالشخص، قال لي يا عم عليوه عندنا حاجتين. اذا وقعوها لينا احنا بنجي طوالي. منصب نائب رئيس جمهوريه ويقليم دارفور، اذا وقعوا الاثنين انا بكره بوقع. وقال لي والله ما اعتقد ان الناس دي لها، والله العظيم. واحنا متفقين معه، احنا متفقين في اقليم دارفور، ومتفقين في تمثيلنا في السلطه في الرئاسه. ولما احنا ضغطنا الحكومه بتاعت الانقاذ دي بالمجتمع الدولي وجبنا منصب نائب الرئيس، عارف عملوا شنو؟ جابوا واحد من المتواطنين. ونقول له بعبر عن دارفور. احنا منصب دارفور كنا دايما ندير الحركات المسلحه. كنا عايزين نفدي السلام بمنصب، لانه المنافستو في الدوحه لو عرفوا ناس خليل وعبد الواحد انه في المنافستو في التفاوض في منصب نائب رئيس جمهوريه، انا اعتقد لانه ما غشونا، قالوا احنا حنقدر نشارك في الثروه والسلطه، ما غشونا يعني. طيب واحنا قلنا في اطار السلطه نبتدع منصب نائب رئيس، الحكومه كانت رافضه، واكثر ناس رافضين اولادنا اولاد دارفور في المطور الوطني، اكثر ناس رافضين المنصب. لكن لو بقي حقيقه بقى على الضغط مشوا ادوا له واحد من المطور الوطني، صحيح من اولاد دارفور، لكن ما ده ما مطلبنا، ده واحد من المطور الوطني، احنا دايرين المنصب ده. حدث التفاف. التفاف. لانه سالناهم ليه ما تجيبوا واحد من الحركات؟ قال الحركات اذا الرئيس بقى غايب والنائب بقى ما في يمسك البلد، وده ما سوداني بيمسكها، وانتوا ليه ليه تفكروا في الخطا قبل ما تفكروا في الصح؟ حقيقه يعني عندي مشكله. فانا بفتكر انه احنا نخاطب الثروه والسلطه ونخاطب الترتيبات الامنيه والتنميه، دي القضايا الجوهريه اللي بتخلي الحركات دي غصب عنها تجي، لانه دي موضوع اصلا. نعم. والا الشخص بيكون معزول. نعم دكتور بكر، الان المشاهد السوداني يمكن يتابع هذا البرنامج و يتساءل عن الحلول التي يمكن ان تقدم من قبل هذا المركز الوليد، مركز اشراقات الغد، وهو مركز للسلام وللتنميه وللمستقبل. الاوراق التي يمكن ان تقدم، الخبراء الذين يمكن ان يدفع بهم، ونحن الان بصدد تشكيل مرحله جديده، مخاطبه قضايا السلام، مفاوضات مع اصحاب الكفاح المسلح، ماذا بين ايديكم الان؟ ونحن اوريدي قدمنا يعني ورقه خاصة بقضايا السلام والتحول الديمقراطي، كتبنا اوريدي جاهزة وسبقنا يمكن ناس. سلمت لمن؟ سلمناه للمجلس السيادي، لانه وقتها كان لسه الخبير خمدوك ما وقع، انه ما حلف ما ادى القسم. فانا اعتقد بالنسبة لل، انا دي رسالة بوجهها حقيقة للمجلس السيادي وبوجهها لحكومة حمدوك وبوجهها للحركات المسلحة، انه هم جاتهم فرصة ذهبية انه يكتبوا اساميهم من ذهب. يعني اعتقد هم لو نجحوا حققوا سلام للسودان، اعتقد دي يمكن اي شخص مناه. يعني انا شوف الانفراج حصل في السودان الان، المجتمع الاوروبي الان امس وزير الخارجيه الالماني، بعد يومين اعتقد سامي برضو الفرنسي، وبعده البريطاني والهولندي، وبكره حيخاطب يومين حيخاطب رئيس الوزراء في الجمعيه العموميه. اعتقد دي كلها انفراجات يعني. فاعتقد دي ممكن تخليه انه يكتب اسامي من ذهب، ودي طبعا بتجي الا بشنو؟ بمصلحة العليا. يعني دي مصلحة أولى، مصلحة أولى الوطن والمواطن. أعتقد ما في مصلحة أكبر من الوطن والمواطن لأي شخص أعتقد. يعني أنت المفروض تكون خادم للشعب، ودي فرصة ذهبية بالنسبة لهم. يعني كون نحن ناس ينجحوا حقوا السلام، الأجيال الجاية بدل ما تقول يا أخي كان في أجيال جابت لنا حروب، يقول أنا الحمد لله في أجيال حققوا سلام. لكن دكتور أبو بكر، يعني هل وصلنا إلى مرحلة أن يعني ندرك حقيقة ونستشعر دماء الشهداء، التضحيات، الأمهات اللائي فقدنا، الأبناء، الآباء الذين فقدوا الأبناء، الأخوات الذين فقدوا الإخوان؟
يعني هل الآن الذين يمسكون بزمام العملية السياسية في السودان يستشعرون فعلا هذه التضحيات حتى يقدموا لنا أنموذج في التضحية كما قدم كثير من الدول الذين من حولنا؟ يعني أنا أعتقد أن أولا نحن نترحم على الشهداء بتاع الثورة من قبل 19 ديسمبر ومن قبل برضه حتى شهدائنا في كل من مناطق النزاعات وكان دارفور والأزرق والنوانتين. فأنا أعتقد أصلا في يعني تضحية حقيقية أو في يعني عمل يقدم للشهداء اللي هو السلام. أصلا ما في أي عمل يقدم للشهداء ونحن جازين بما قدموا لنا ونحن الآن في فسحة من السلام إلا نحقق سلام عادل ودائم يحقق استقرار وتنمية الأجيال اللي بتجي بعدنا. ودي مسألة هي أعتقد ما سهلة ما صعبة ولا شيء، لكن في نفس الوقت هي جهد ما سهل. يعني حتى السلام ذاته صناعة السلام هي تحتاج لجهد وتحتاج لإرادة وتحتاج لصبر وتحتاج لالتزام. أهم شيء يكون في التزام بلا حدود، أنه أنت تلتزم التزام قاطع أنه أنت تحقق سلام. وأنا أعتقد الآن الفرصة لسه بكررها، الحكومة الموجودة على رأسها حمدوك بإضافة للمليسيادة، كويس أنه يكون في 11 مليسيادة يعني. أعتقد دير كلهم ممكن يكتبوا أسامي من زهر، وإضافة لأخواننا الحركات المسلحة، وأنا لسه بناشدهم أخونا الحلو وأستاذ عبد الواحد وأستاذ والدكتور جبريل وأستاذ مني والحركات الأخرى. أتمنى أن التاريخ يذكركم بخير، أمامكم فرصة ذهبية تحققوا سلام. هم قديما كانوا يرفعون السلاح في وجه النظام، الآن هو بائد، الآن في وجه من يرفع السلاح؟ والله أعتقد هو في قضية لسه موجودة، أنا أقول لك أنا لسه في قضية موجودة، المظالم الموجودة دي أنا حق الآن نتحدث في سودان جديد. نعم، يعني حتى أخواننا في الحركات المسلحة وأخواننا في الحكومة يجب أن نتحدث عن سودان جديد. سودان جديد معناه شنو؟ إذا معناه مساواة، معناه عدالة. نحن قلنا حرية سلام وعدالة. اذا اوكي ما نمت تطبق الشعار ده طبقه بحذافيره، وناخذ نموذج اللي هو بتاع رواندا. الان رواندا هم انا قبل لي تمشي رواندا انا زرت رواندا، بودوك شوف المنظر بتاع شنو الجماجم بتاعت الناس اللي ماتوا، يعني مات المنظر مبارك فيه يعني. وتطلع برا تشوف التنميه حصلت في رواندا. الان رواندا في يمكن تعتبر احسن دوله في افريقيا، بدليل انه الفريق ارسنال عامل شعار في منايا بتاعته فيزيت رواندا، زور رواندا. يعني هي منطقه سياحيه جاذبه. الكلام ده كله ما تم له 15 سنه يعني. اعتقد ان احنا عندنا فرصه برضه الان، نحن السودان دوله ما شاء الله تسخر بكل موارد. السودان دي نحن ما جاي بخبر، انا اتمنى اي سوداني يخش النت ويشوف شنو معناه السودان. واذا كانت دكتور عليو كما يعني يقال في الاثر بان الحكمه يمنيه فلتكن الاراده السودانيه، هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيل، يعني ليس مستحيل ابدا. رغم الجانب السيبي تكلمنا عنه، لكن هم ايضا في الحكمه كانوا موجودين. يعني الاستغلال ده يعني جاء نتيجه جهد وحكم وحنك ومن دون دماء وهكذا يسوى. الان في ابريل 11 ابريل ما بعد 11 ابريل اي انسان بتخيل السودان ده حيلحق بسوريا وبليبيا وبالعراق، لكن برضو الحكمة السودانية يعني تفوقت على أنفسنا كلنا. وبالتالي أنا أعتقد أنه نحن لا نعدم إن شاء الله أبدا. وبعدين بلال جدنا ولقمان الحكيم جدنا وسيدنا موسى جدنا، نحن نفتكر أنه نحن ما سهلين. يعني عندنا تاريخ نبوي وتاريخ صحابي قديم يعني متجذر حقيقة. وأنا دائما قاعد أقول للناس والله البلد دي حافظينها بفضل الله ثم به الصالحين، دعوات الصالحين تحت الارض اللي ماتوا اهل القدع واهل القران واهل الضيافه. ما في شعب في الدنيا بيقبل الاخر السوداني حقيقه يعني، لكن للاسف التصعيد دائما بيطلع، السياسي اللي بيطلع فوق ده عنده مشكله. وبالتالي احنا حقيقه المره دي دايرين السياسي اللي بيصعد يصعد باخلاق السودانيين وبمثل السودانيين وبمواصفات السودانيه المعروفه. وانا اعتقد انه اخونا حمدوك عنده فرص ذهبيه امامه، فرص ذهبية ممكن يقتطف هذه الفرص ويأتي بسلام ويدخل يعني يأخذ نوبل للسلام. ما بعيد أبدا، حمدون ما بعيد من نوبل للسلام، لأن مشكلة السودان أرقت العالم ده كله. أرقت العالم ده كله حيث مشكلة السلام 60 سنة أكبر مشكلة في إفريقيا. 60 سنة. وبالتالي أنا شايف أنه تحقيق السلام هو اللي بيدي السودان ده فرصة ينمو. نسأل الله يعني. طيب الآن دكتور يعني نلملم أطراف الحلقة الأولى من إشراقات الغد
ما هي مساحة تحرك هذا المركز؟ ما الذي يمكن أن يقدم في مقبل الأيام؟ فيما تفكرون، فيما تخططون، حتى نبشر المواطن في سلسلة من الحلقات المتواصلة؟ زي ما تفضل الدكتور محمود، احنا عندنا أوراق جاهزة، وجزء منه قدمناه للجهات المعنية، الجزء الآخر حنعمل ورش إن شاء الله في الأيام القادمة. احنا اتصلنا حقيقة بحكومة جنوب السودان عن طريق أخ عزيز وزير اتحادي في دولة الجنوب، ورجل صديق جديد، يعني جديد ومتقدم يعني في الصداقة، ومتجدد دوما، وهو رحب جدا بالمركز. وحقيقة عندنا هدفان، لنا هدفان: تحقيق السلام والبوابة بتاع جنوب السودان. نحن الحقيقة متابعين جبهة الثورية في الجنوب مع كل الشرائح اللي حولها، والنتيجة ممتازة جدا. ونحن جوازاتنا أنا وصاحبي ده مؤشرة جاهزة معنا، يعني نتوقع اختراقات، يعني أشرنا جوازاتنا، نتوقع اختراقات. نعم، نحن متوقعين اختراقات شديدة، لأنه أخونا والله يا أخ نزار أنا أحكي لك قصة غريبة جدا باختصار. باختصار، أنا كنت في الحج، وحج معنا ستة من أخواننا الجنوبيين، واحد منهم حاكم راجع. والله ان احنا لما المؤتمر الصحفي بتاع السبت الفات 17/8 مش كده، المؤتمر الصحفي قاعة صداقه، انا ومعي مشينا اتغدينا، والله الجنوبيين ما مش يتغدوا تابعين المؤتمر الصحفي، كانوا اكثر فرحا مننا احنا باتفاق السودانيين ما بينهم حقيقه. يعني وجود اخونا الفريق الفاكر، انا افتكر انه ده مفتاح جديد. عشان كده نحن مطمئنين ان الجبهه الثوريه حتتلامم ان شاء الله. ونحن مع اخونا الوزير ده يعني رحب جدا بالمركز، وعايزين الهدف الثاني انه برضه بينه وبين اخواننا في الجنوب شنو العلاقه، الخيط العنكبوت الرفيع اللي بربطنا، اضعف الايمان المواطن يمشي بدون جواز سفر. يعني هسه انا امس دفعت الشرطة لدور جنوب السودان، والله انا من جوا منهار متالم، وانا متاكد الجنوبي اللي بيكون في اي حته عشان يمشي الخرطوم اكثر الما. فاحنا عايزين اضعف الايمان بين الشمال والجنوب، المواطن ده حق التملك وحق التحرك وحق التجاره واي شيء. طيب، وان شاء الله دكتور ابو بكر باختصار، يعني محاور مقبله في هذا البرنامج في سلسله حلقات، نتوقع ماذا ايضا؟ والله طبعا احنا عندنا برنامج خاص بنشر ثقافه السلام، نشر ثقافه السلام لكل السودان. احنا عايزين نوصل يعني مفهوم جديد للشعب السوداني يتحدثوا عن السلام. انا اتمنى حتى يعني يدرك كمنهج اساسي من طلبات الاساس في ماده للسلام في المنهج الجديد. منهج جديد، انا طالب بمنهج جديد، منهج جديد كماده اساسيه يبدا بيها الطالب من الاساس، هو يكون عنده معلومه كامله عن التعايش والسلام والتسامح. اعتقد ده الوحيد ممكن يخلق لنا اجيال تتحدث عن السلام، لانه انت اي حاجه بتولد توترات، تولد عنف، طوال بتكون نتيجه عكسيه لشنو؟ للسلام. نحن عندنا برامج ان شاء الله خاصه، احنا نفذنا قبل كده برامج اثناء الحروب. نحن زي ما قلت لك من 2004 مع المنظمه الاي ار سي اللي هي اللجنه الدوليه للانقاذ، ومع الامم المتحده اليو ان دي بي، نفذنا لحد 2013. انا كنت مسؤول من البرامج ده، نفذنا برامج خاصه بالسلام في كل ولايات دارفور، واعتقد جابت نتائج. يعني جابت ان احنا في بعض المناطق مشينا في عز الحروب، يعني قدرنا يعني جلسنا كل الناس حتى المتنافرين، واعتقد كان في سيابه قويه جدا جدا، وانعكس حتى على 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 الشارع. يعني اتذكر في كتب دي كان الناس بنوم من الساعه 4، اللي هي مشينا قعدنا معاهم يمكن زي 15 يوم في برامج بتاع سلام. الناس ما شاء الله يعني قال لنا والله نحن يمكن اول مره نحس انه نحن يا دوب بدينا نعيش من جديد. يعني فانت لازم تجيب الناس اللي هم عندهم نوع من الظلم، نوع من المشاكل مع بعض. هسا نحن الان برنامج ده ان شاء الله، يعني دارفور بالذات، نحن عندنا برامج خاصه دارفور، يجب ان نستصحب كل الناس مع بعض يجلسوا، بالذات الناس. انا متاكد في دارفور في بعض المرارات من الناس، في بعض الناس، ونفس موجود كرم حتى في خرطوم. يعني انت خليك من الحديث كثير جدا حول هذه المحاوره. نشكرك جزيل الشكر دكتور محمود ابو بكر، امين امانه السلام بمركز شراقات الغد، ولك الشكر ايضا العظيم. انا بس عايز رساله اخيره للشعب السوداني كله، بس كل يوم اقرا ياسين، ان شاء الله هديه للسلام ان شاء الله. اشكركم جزيل الشكر ضيوف الاعزاء في اولى حلقات شراغات الغد. مشاهدي الاعزاء، هذا البرنامج بالتاكيد هذه هي الحلقه الاولى، باكوره هذا البرنامج سينفتح مع السلام في كل ولايات السودان. كما يقول المركز هنالك اختراقات في ملف السلام، سنكون مع متابعه فوريه وعاجله لكل مستجدات العملية السلمية في السودان. سنحاول أن نتابع كل ملفات عملية السلام
في السودان حتى نملك المشاهد السوداني، كيف تمضي هذه العملية ترسيخا لمفهوم السلام وشراكة من قناة الشروق لمفهوم السلام في السودان حتى تساهم في المرحلة الجديدة لبناء سودان جديد ينعم بالحرية والسلام والعدالة؟ تحياتي وفريق العمل، وإلى اللقاء.